نقله من مكان توقيفه الى التي انضمت اليها دوله فلسطين وانضمت. يعني احنا واقفين رفضا لمبدا الاعتقال السياسي، وهذه السياسه اللي بتساهم بتشتيت الشعب الفلسطيني وفي زرع بذور الفتنه بين يعني بين فصائل الشعب الفلسطيني وبين مكونات الشعب الفلسطيني، بين مؤسسات الشعب الفلسطيني من جهه وبين الدوله من جهه اخرى. وعلى راس هذه المكونات وعلى راس هذه المؤسسات اللي هي نقابه المحامين، تبين من خلال اجراءات التحقيق اللي حضروها زملائنا المحامين انه زميلنا لم توجه له اي من التهم التي تروج عبر الاعلام، وانما هي تهم عاديه جدا تبرر الاعتقال السياسي. اختم يعني بطلب اخير من المؤسسات التي ترعى حقوق الانسان والتي ترعى الحريات، الانضمام الى ائتلاف النقابه للجميع، هذا الائتلاف المهني الذي تاسس على اسس مهنيه، الانضمام اليه لاعلاء الصوت برفض الاعتقال السياسي مهما كانت مبرراته. على الوقت السريع.